أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وملائكته
وكتبه ورسله واليوم البعيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.